السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدارس المنتزه الخاصة رياضيات للصف الأول الابتدائي، تقديم الأستاذة ريهام أنور. يلا بينا الأولاد نبتدي التدريب الأول مع بعض. عد واكتب العدد. يلا بينا كده نشوف الساندوتش كام. واحد واحد اتنين تلاتة، يبقى هكتب ايه يا أولاد؟ تلاتة. طيب اللي بعديها الوجه الأخضر ده، هنعد واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة، هنكتب كام أولاد؟ خمسة. برافو عليكم. يلا مع بعض أولاد نشوف السؤال ده بيقولي ايه. حوط حول العدد الأصغر. تلاتة خمسة تسعة ستة، فين الأصغر أولاد؟ العدد الصغير. أنا سامع حد بيقولي تلاتة. برافو عليك. طيب التلاتة أصغر من الخمسة والتسعة والستة، يبقى ايه العدد الأصغر؟ تلاتة. برافو عليك. نشوف السؤال اللي بعده برضو، حوط حول العدد الأصغر. أربعة وسبعة واتنين وتسعة، هيا ولاد مين الصغير خالص؟ تمام الاتنين. برافو عليك. يلا مع بعض نشوف أيام الأسبوع. أيام الأسبوع ولاد سبع أيام، بيبتدي بيوم ايه؟ السبت، الأحد، الاثنين، الثلاثاء، الاربعاء، الخميس، الجمعه. كم يوم اولاد؟ سبع ايام. السبت، الاحد، الاثنين، الثلاثاء، الاربعاء، الخميس، الجمعه. برافو عليك. يلا مع بعض نشوف سؤال على ايه؟ على ايام الاسبوع. طيب يقول لي اكمل اول ايام الاسبوع هو ايه؟ احنا قلنا اول ايام الاسبوع يا اولاد السبت. برافو عليكو السبت. طب نشوف السؤال اللي بعده بيقول لي ايه عدد ايام الاسبوع. طب عدد ايام الاسبوع كم يوم اولاد؟ احنا قلنا السبت، الاحد، الاثنين، الثلاثاء، الاربعاء، الخميس، الجمعة. سبع ايام. برافو عليكم. يبقى عدد ايام الاسبوع سبع ايام. يلا بينا مع بعض نشوف السؤال ده بيقول لي ايه. رتب تنازليا. طب تنازليا ده ولاد ايه؟ من الصغير للكبير؟ لا طبعا، من الكبير للصغير، بنزل السلم. طب فين هنا الرقم الكبير اللي عندي؟ تسعة. برافو عليكم. بعدي كام؟ سبعة، خمسة، اتنين. يبقى تنازليا من الكبير للصغير، تسعة، سبعة، خمسة، اتنين. برافو عليكم. يلا مع بعض نشوف سؤالنا، اكتب بالحروف. هكتب العدد بالحروف اولاد. طب الاول هو واحده كايه؟ ثلاثه، ثلاثه، ساء لم الف ساء تاء مربوطه. برافو عليكم. طب اللي بعديها سبعه، سبعه، سين باء عين تاء مربوطه. طب اللي بعدها اولاد تسعه، تسعه. طيب تاء سين عين تاء مربوطة. برافو عليكم. وكده انتهينا من تدريبات اليوم، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.